بسم الله الرحمن الرحيم. دي المحاضرة الرابعة بإذن الله، بتتكلم على اللايت إميتنج دايود اللي هو الليد. كلنا طبعا عارفين الليد إن هو بيتكون من سيمي كوندكتور، هو عبارة عن الدايود العادي، ولكن تلاقي الإزاز بتاعه شفاف شوية عشان نتيجة التفاعل بين الإلكترون أو انتقاله من الفالنس باند للكوندكشن باند والعكس، بينتج عنه ضوء، والضوء دوت بيبقى بحسب الالوان اخضر اصفر احمر، دي كلها بتختلف حسب الماتيريال اللي متصنع منها الدايود، هل هو كاليوم ارسنايد، هل هو جرمانيوم بس، هل هو جرمانيوم وسيليكون انديوم، حسب انواع السيمي كوندكتورز مختلفه تقدر تغير ايه اللون اللي انت عاوزه، وحسب برضو الكرنت اللي ماشي فيه. فتعريف بسيط كده عاوزين نعرفه، في حاجه اسمها دايركت سيمي كوندكتور وان دايركت سيمي كوندكتور. دايركت جاب سيمي اللي هي البند جاب بتاعتها قصاد بعض بالمنظر دوت، وتبقى الانرجي بتاعت الفوتون اكبر من الانرجي بتاعت الانرجي جاب. في الاندايركت جاب بقى سيمي كوندكتور ده بيبقى بالمنظر اللي انت شايفه دوت، بيبقى الاتنين مش قصاد بعض، فبياخد برضو ايه الفوتون بياخد طاقه من الفوتون اللي نازل دوت، بياخد طاقه والطاقه دي بتوصله الى الكوندكشن باند عشان يبقى فري الكترونز او يطلع خالص للهواء. طيب ده بالنسبه ايه للدايركت جاب والان دايركت جاب. طيب ده كله بيحرك الفونون دوت برضو حاجه زي الفوتون كده بس متعادله. في عندنا حاجه اسمها راديتيف اند نون راديتيف كومبينيشن، لما الهولز او الالكترونز بتولد لايت السيمي كوندكتور ده بيسموه ايه؟ راديتيف سيمي كوندكتور، لما يكون نتيجه الريكومبينيشن دوت لايت ضوء زي الليد وزي الحاجات ديت بيطلع ايه ضوء بالمنظر ده. طيب لما يكون الريكومبينيشن دوت بيولد حراره بيسموه فونون، اللي هو زي الفونون ده بيولد حراره كده دوت بيسموه نون راديتيف ايه؟ ريكومبينيشن. تمام يا شباب؟ طيب يعني في كذا مثال على الاندايركت جاب ماتيريال السيليكون والجرمانيوم، عشان كده الاحسن بنستخدم جاليوم ارسنايد وجاليوم فسفور دوت عشان يولد لنا ايه اللايت انرجي، يكون كافي ان يولد لايت انرجي وتطلع ايه تبقى واضحه ونقدر نشوفها. طيب في حاجه اسمها الكارير انجكشن اند سبيتونس ايميشن، دي بتعرف لنا الليفلز بتاعت الكوندكشن وبتاعت الفالنس باند وكمان الفيرمي ليفل، دي تعريفين هناخدهم كمان شويه بس خلينا دلوقتي في التعريفات ديت. ده بيحصل ايه؟ ان الهولز بينجكتد في المينورتي، بتعمل مينورتي كاريرز والدايو جنكشن ايه كان ريكومباين ويز ماجورتي. طيب يوم الديفايس عامل لايت ايه سبونتينوس من سبونتينوس ايميشن نتيجة نقل الإلكترون من فوق هنا إلى الهولز ديت، أو العكس إن هو يعمل ريكومبينيشن يرجع تاني من الهولز إلى الإلكترون يبقى في إلكترون تاني. دي بتعمل إيه؟ دي بتعمل ضوء ودي بتعمل إيه؟ ضوء، فيبقى عندنا ضوء عادي. طيب الكاركترستيك بتاعت الليد عندنا الفي أي كاركترستيك كأنه دايود عادي خالص، كأنه دايود الفي والأي دي علاقة نون لينير زي دوت بالظبط، كل ما زودت الفي بالكرنت بيزيد بطريقه ايه طرديه. طيب برضو شده الاستضاءه حسب الكرنت، زياده الكرنت لما بيزيد الاستضاءه ايه بتزيد معاه، بس بتوصل لمرحله معينه وبعدين يتحرق، لذلك يقول لك ما تزودش الكرنت على الدايود. عشان كده لو تلاحظ ان احنا دايما لما نحط معاه بطاريه بنحط معاه مقاومه، اي دايره كهربائيه لازم يبقى معاه مقاومه عشان ما يتحرقش. ليه؟ عشان تشيل الكرنت الزياده او تشيل الفولت الزياده اللي هيقع على اللي هو بعد 7/10 هنا، عشان لو زاد عن كده هيتحرق بعد كده. طيب هنتكلم دلوقتي على الشوتكي بارير دايت، وده عليه سؤال برضو في الشيت الاس بي دي. شوتكي بارير دايت في تعريفين مهمين وممكن يجوا في الامتحان، اللي هو ورك فانكشن والكترون افينيتي. ورك فانكشن اللي هو الكيو فاي دوت هو الانرجي المطلوبه عشان تحرك الكترون من فيرمي ليفل الى الفيكم ليفل. الفيكم ليفل دي بعد الكوندكشن كمان، اللي هو زي الفري سبيس، بيقولوا عليه فري سبيس. حلو كده؟ طيب الالكترون افينيتي بقى اللي هو الكيو اكس
هو الطاقة المطلوبة عشان تحرك الإلكترون من اللور إيدج بتاع الكوندكشن باند إلى الفيكم ليفل اللي هو الكيو إكس. ده الفرق بين التعريفين والرسمة بتاعتهم، ده مطلوبة جدا. طيب لما نيجي نحسب بقى الدوبت سيمي كوندكتور ماتيريال تو بوسيبلتي اكوردنج دوبينج، تعال نشوف اهوت. في عندنا ال N تايب كيس، ال N تايب كيس هنشوف ال كيو ام وال كيو ال فاي ام وال فاي ايه اس بتاعته. عندنا فاي ام اكبر لما تكون الفاي ام اكبر من فاي اس، هي اكبر منها. كونتاكت بعد بيفور كونتاكت، عند دلوقتي بيفور كونتاكت الفاي ام المسافه بين الاي اف فيرمي ليفل الى الفالنس الى الفيكم ليفل، ومن هنا برضو الفيرم المسافه بين الكوندكشن او المسافه هنا ايه بين الفيرمي والفيكم. الاف ام الفاي ام هنا اكبر من الفاي اي. طيب اول ما يحصل كونتاكت بيدينا الالكترون بيتحرك للميتال سايد. طبعا حركه الالكترون دي اللي هي تركيز الالكترون بتاع ان ان بيساوي ان سي اي اس ان في كوندكشن ناقص اي كوندكشن ناقص اي فيرمي على كي تي، كله هيبقى معطى بعد كده يتولد حاجه اسمها الفي بي اي نتيجه حركه الالكترون دوت، حاجه فولت اسمه في بي اي اللي هو البارير بلت ان فولتج اسمه بلت ان فولتج. هنا اهو يقول نتيجة الحركة دي تولد عندنا ال في بي اي فولتج، بيعمل ايه؟ السايد سيميلر تو بي ان جنكشن اند ستوب موشن اوف الكترون فروم سيمي كوندكتور تو ميتال. طيب وده كل دي العملية دي بتسميها ريكتيفاينج جنكشن، ريكتيفاينج جنكشن اللي هو الكرنت كوندكشن ديبيندز اون ذا بايز دايركشن. طيب ايه البلت ان فولتج في بي اي؟ ذا بارير formed in front of electrons moving from semiconductor side to metal side and is buried by bias A forward and reverse. القانون بتاعه هو كيو في باي كيو مع كيو، مش مشكلة الفي باي بيساوي المسافة الفرق بين المسافة بين الفاي ام ناقص A الفاي اس انرجي. الشوتكي بارير الشوتكي بارير هايت اللي هي كيو فاي بي. دلوقتي الشوتكي بارير هايت اهوت كيو بي ام كيو فاي بي، ودوت تعريفه بسيط قوي كيو فاي بي بيساوي كيو كيو ام ناقص كيو اي اس فاي ام ناقص اكس اس اللي هو اللي بيسموه انفنتي. طيب دلوقتي في الحاله الثانيه بقى لما يكون الفاي ام اقل من الفاي اس، فاي ام اقل من الفاي اس، الفاي اس اكبر، ايه الحاله سواء بيفور كونتاكت او بعد الكونتاكت؟ هنشوف كده عايزين هنا الكونتاكت ايه مختلف شويه وهنا مستقيم كده مش مفيش المسافه دي. هنا دوت الكترون هيتحرك من الميتال الى السيمي كوندكتور ايه سايد، وطبعا لو احنا بنتكلم هتعمل حاجه اسمها الحركه دي اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو سايد ات كونتينز دونر اتومز مش اكسبتور، هتبقى دونر اتومز اكسبتور. مفيش حاجه هتمنع الالكترون من يتحرك من الميتال للسيمي كوندكتور تاني بطريقه عكسيه سواء البايس دايركشن، دوت اسمها ايه اوميك كونتاكت هي اللي هو تشغيل يعني. ات هاز نو كارنت دايركشناليتي، مفيش اتجاه للكارنت، وديت خلاص دي كانها ايه مقاومه، كانها مقاومه شغاله يعني بتشتغل في اي اتجاه، مفيش اتجاه للكارنت فيها. دي في حاله ان الفاي ام اقل من الفاي اس في ال ان تايب. طب في حالة البي تايب العكس الكلام ده، لو في فاي ام اقل من فاي اس هتبقى اس بي دي اللي هي شوتكي بارير دايت هيتكون، بينما في حالة الفاي ام اكبر من فاي اس هتبقى الاوميك كونتاكت هي ايه هتكون نفس الاناليسيس، بس ده مختلف ايه عكسها بالظبط. احنا عرفنا البي نعرف الان تايب. طيب الديبريشن ريجن ويتس بقى تعالى نشوفها. ديبريشن ريجن ويتس اهيت بتتكلم ده في حاله النورمال بي ان جنكشن، الدبليو بتساوي دبليو ام بتساوي 2 ايبسلون على كيو ان دي في ان في بي اي اللي هو البارير
الفولت بتاع ال built in barrier barrier built in voltage. طيب اهوت وناقص ال VGA في نص النص اللي هو ايه الجذر يعني. طيب وال CT بتساوي ال A على ال W. اذا دخلنا ال CT اللي هو اللي كانها مكثف، هنعتبرها كانها مكثف بالظبط، دخلنا ال C total بتاعتنا على الكلام ده، هتدينا في القانون هيتحول الى 2 VB I RVG على A تربيع Q. طيب طبعا الابسن اتشالت لما دخلنا ال CT هنا، عشان الابسن وال W طبعا الابسن اتشالت مع الابسن وال A دخلت في الموضوع. طيب عشان نعرف ايه العلاقة بين ال C والV characteristic، تعال نشوف ايه الفولتج دوت الفولتج الدوبينج بتاعنا. لما يكون عند الواحد على سي تربيع بيساوي صفر، لما واحد على سي تربيع بيساوي صفر اذا الفولت عندنا بيساوي الفي بي اي. لما يكون الفي بيساوي صفر الفولت عندنا بيساوي كونستانت، او الاي الواحد على سي تربيع بيساوي كونستانت على الان اي دي. طيب نحسب الكرنت فلو ازاي؟ ادي الكرنت اهوت نورمال، ادي نورمال بي انجنكشن، الاي بيساوي اي نوت اي اس كيو في على كي تي ناقص اي واحد، وكي تي طبعا فولتج من كونستانت موجود ومعروف، وتي ديت درجه الحراره بالكلفن، هي درجه الحراره بالسنتيجريد بال 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 درجه الحراره بالديجري، وتجمع عليها 273 تتحول للكلفن. طيب وهنا طبعا لما تعوز نشوف القانون ده، ممكن القانون ده يتحول الى AR ده R star T تربيع EOS ناقص Q 5B على كتي أمبير، ال R داش اللي هي ريتشارد دوسون كونستانت، ريتشارد دوسون كونستانت، وده بيساوي 120 M star على MA نوت. For most semiconductor and metal ال Phi M and Phi S are closed, so ال VBI and the Phi B are small, such as turn on voltage is small and saturation current is high compared to normal PN junction. لو احنا قررناها بال PN junction العادية. طيب ده بالنسبة ايه للشغل كSPD، وده كشغل كأومد كونتاكت عادي خالص كأنه مقاومة عادية خالص. طيب هنا عشان نحصل على أومد كونتاكت سيمي كوندكتور عندنا حلين، يا إما نحتاج نستخدم metal have a lower work function than semiconductor عشان كده ده صعب يتحقق، يا اما الحل التاني decrease a w، بنقلل ال w اللي هي ال depletion region، نقللها ودي نقدر نتحكم فيها زي ما احنا عاوزين، turn through narrow a barrier depletion، دي طريقتين نتحكم فيها. طيب نيجي بعد كده للmetal semiconductor fit اللي هي المسفت، اللي هي metal semiconductor ايه field effect transistor. عندنا هنا الجيت ايزوليشن اهوت، وعندنا الان دوت دوبنج، ودوت السورس والدرين، وده الجيت بينهم، ودوت الان شانل هو بيسموه ان شانل مسفت، وبيبقى معمول على شريحه ايه بي سبستريت. مثال على المسفت ديت هناخدها في الشيت رقم 2 ان شاء الله. هيترو جانكشن بايبولر ترانزستور، ده الهيترو جانكشن ده يعني حاجة أحدث من البايبولر أو علاج للبايبولر ترانزستور، بسبب التحديين اللي موجودين في البايبولر جانكشن ترانزستور العادي، إن الإميتر إفشنسي المفروض إنها تبقى هاي أد بوسيبل أز ريكوايرد لورينج بيز دوبينج، الدوبينج عشان تبقى إيه الإفشنسي هاي، وحاجة تانية المفروض إن يبقى البيز ريزيستنس نيد تو إيه below overcome base width modulation. الحاجتين دول بيحققهم مين؟ الاخ اللي هو الهيتروجينج دوت هو بيديفاين از ايه a junction formed between two dissimilar semiconductor. يعني عندك ال N type دوت جرماني مثلا، وال B type جاليوم ارسنايد مثلا، زي ده يعمل لك حاجه اسمها هيترو ايه junctions between الاثنين. اختلاف العناصر بيعمل لك ايه الهيترو جانكشن ديت، وبتبقى بتعمل بقى الاستفاده اللي هي بتزود البيز دوبينج اند ستيت اوف انكريزنج البيز دوبينج، ده بيز ويتس ايه كان بي ديكريز، نقلل البيز ويتس بيحول لنا ايه بيحول لنا على الافشنسي، نفس الافشنسي بناخد نفس الافشنسي بتاعه
تحرك الالكترونز من الاميتر الى البيس ثم الى الكوليكتور. بتحول البيز وبعد كده طبعا بيبقى هنا ريزيستنس قليله يقدر يتحرك ويتحول الى يروح للكوليكتور الى الكوليكتور بسهوله جدا. التوفيق والنجاح، وان شاء الله ننتظر حل الشيء باذن الله. شكرا.